بسم الله الرحمن الرحيم، أبنائي وبناتي طلاب الصف الحادي عشر علمي، أهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الكيمياء بعنوان تطبيقات على سلسلة جهود الاختزال. تعرفنا عايز الطالب سابقا على سلسلة جهود الاختزال وأنها تم فيها ترتيب العناصر ترتيبا تصاعديا بحسب جهود الاختزال، وتعرفنا على أنها تحتوي على نوعين من العناصر. عناصر تسبق الهيدروجين في السلسلة تكون أكثر نشاطا من الهيدروجين ولها جهود اختزال أقل منه، وتكون أكثر سهولة لحدوث تفاعل الاختزال عليها وتستخدم كأنود في الخلايا الجلدانية. والعناصر التي تلي الهيدروجين يكون لها جهود اختزال مرتفعة وتكون أقل نشاطا من الهيدروجين ويحدث لها أكثر تفاعلات الاختزال ويمكن استخدامها كتسويد في الخلية الجلدانية. وتعرفنا أن العناصر التي تسبق الهيدروجين لا توجد منفردة في الطبيعة بسبب نشاطها، والعناصر التي تلي الهيدروجين توجد منفردة في الطبيعة لأنها قليلة النشاط. لدينا بعض الأسئلة أو بعض التطبيقات على سلسلة جهود الاختزال. السؤال الأول علم أن حاسب والبلاتين مثلا لا يتفاعلان مع الماء أو حمض الهيدروكلوريك في الظروف العادية. للإجابة على هذا السؤال لابد أن نحدد موقع النحاس أو موقع البلاتين بالنسبة للهيدروجين في السلسلة. النحاس والبلاتين تقع أسفل الهيدروجين في السلسلة ويكون لها جهد اختزال أعلى من الهيدروجين وتكون أقل نشاطا من الهيدروجين، وبالتالي يصعب أكسدتها لأنها قليلة النشاط. كذلك سؤال آخر علل يمكن أن يوجد النحاس والبلاتين في الطبيعة على الحالة العنصرية وبجانب وجودهما على شكل مركبات مثل الكوريدات والكوريدات. هذان السؤالين سؤالين بشكلين مختلفين ولكن الإجابة تكون إجابة واحدة. كذلك سؤال بصيغة ثالثة علل يتم استخدام الفضة أو الذهب والبلاتين في صناعة الحلي. الإجابة هنا ستكون لجميع الأسئلة واحدة، أنه يمكن استنتاج العلاقة بين وضع الفلز في السلسلة والنشاط الكيميائي كما قلنا. إذا للإجابة على أي سؤال من هذه الأسئلة الثلاثة نوضح أن هذه العناصر عناصر تلي الهيدروجين في سلسلة جهود الاختزال القياسية ولها جهد اختزال أعلى من الهيدروجين وأقل منه نشاطا، وهذه العناصر يحدث لها أكثر تفاعل اختزال ولا ويصعب أكسدتها، لذلك يمكن أن توجد مفردة في الطبيعة ولا تتفاعل مع الماء ولا تتفاعل مع الأحماض، وكذلك يمكن استخدامها في صناعة الحلي وصناعة الذهب والبلاتين بسبب صعوبة أكسدتها. كذلك يمكن استنتاج العلاقة بين وضع الفلز في السلسلة والنشاط الكيميائي بالنسبة لبعضها من خلال ما درسناه سابقا، أنه عند وضع قطعة أو ساق من الخرسين في محلول كبريتات نحاس لاحظنا مجموعة من المشاهدات، حيث أن الخرسين هنا حل محل كاتيونات النحاس في المحلول بحسب هذه المعادلة Zn زائد Cu موجب 2 أعطى Cu زائد Zn موجب 2. ماذا حدث؟ أن الخرسين حل محل النحاس لأن الخرسين يسبق النحاس في سلسلة الجهود وله جهد اختزال أقل من النحاس وأكثر منه نشاط، لذلك الخرسين يحدث له أكسدة والنحاس يحدث له اختزال. إذا أن الخرسين لأنه يسبق الهيدروجين فيمكن أن يختزل النحاس لأن جهد اختزال الخرسين أقل من جهد اختزال النحاس والخرسين أكثر نشاطا من النحاس. ماذا يحدث عند غمر شريحة من المغنيسيوم في محلول كبريتات الحديد؟ للتعرف على إجابة هذا السؤال لابد من تحديد موقع المغنيسيوم بالنسبة لموقع الحديد في سلسلة جهود الاختزال القياسية. نلاحظ هنا تآكل سطح المغنيسيوم وتحول ذراته إلى كاتيونات المغنيسيوم Mg موجب 2 التي تذوب في المحلول. لماذا عايز الطالب؟ لأن ذرات المغنيسيوم هنا حدث لها تآكل. لماذا؟ لأن المغنيسيوم يسبق الحديد في سلسلة جهود الاختزال القياسية. المغنيسيوم قل جهد اختزال من الحديد، المغنيسيوم لذلك أكثر نشاطا من الحديد، لذلك المغنيسيوم يكون له قابلية أكثر لحدوث عملية الأكسدة، بينما الحديد تكون له قابلية أعلى في لحدوث عملية الاختزال أكثر من المغنيسيوم. إذا المغنيسيوم يحدث له أكسدة واختزل الحديد في نفس الوقت، هذا مما يسبب تآكل سطح المغنيسيوم سبب حدوث تفاعل الأكسدة الحادث عليه بسبب نشاطه الكيميائي. وتترصد ذرات الحديد على سطح المغنيسيوم لأن المغنيسيوم اختزل الحديد وحول كاتيونات الحديد إلى ذرات حديد ترصدت على المغنيسيوم. بحسب المعادلة Mg زائد Fe موجب 2 يعطيني Fe زائد Mg. هنا نؤكد على معلومة عزيزي الطالب،
أن المعدن النشط يغلف أو يبطن أو يترسب عليه الفلز أو المعدن الأقل منه نشاط، لأن الفلز الأكثر نشاط يختزل الفلز الأقل نشاط. إذن هنا بتتأكد شريحة المغنيسيوم الغبراء في محلول كبريتات النحاس، لأن جهد اختزال المغنيسيوم أقل من جهد اختزال الحديد. إذن تتأكد شريحة المغنيسيوم الغبراء في محلول كبريتات الحديد، لأن جهد اختزال المغنيسيوم أقل من جهد اختزال الحديد، والمغنيسيوم أكثر نشاطا من الحديد ويسبق الحديد في سلسلة جهود الاختزال القياسية، والمغنيسيوم يحدث له تفاعل أكسدة والحديد يحدث له تفاعل اختزال، والمغنيسيوم يختزل الحديد الذي يليه في السلسلة. إذا الاستنتاج هنا في سلسلة جهود الاختزال، الفلز الأعلى مكانا أو موقع في السلسلة يكون أقل في جهود الاختزال ويكون أكثر نشاطا، ويحل محل الكاتيونات التي ويحل محل الكاتيونات الفلزات التي تليه، أي يختزلها، أي أنه يختزل الفلزات التي تقع أسفله ويطردها من محاليل مركبات. وهنا الفلز الأقل نشاط يترسب على الفلز الأكثر نشاط. الاستنتاج الثاني أن الفلز الذي يقع أسفل في السلسلة يكون أعلى في جهد الاختزال ويكون أقل نشاطا من الفلزات التي تسبقه، لذلك لا يستطيع أن يحل محل الكاتيونات التي تسبقه في السلسلة، أي التي تقع أعلى منه، ولا يستطيع أن يطردها من محاليل مركباتها لأنه يكون أقل منها نشاط. اللافلزات، هنا يوجد اختلاف بين الفلزات واللافلزات، حيث أن اللافلزات عكس الفلزات من حيث اللافلزات عكس اللافلزات من حيث أنه يعتمد نشاطها على قدرتها على اكتساب الإلكترونات، أي قدرتها على حدوث عملية الاختزال، ولذلك تسلب سلوك الكاثود، حيث أن اللافلز الذي يقع أسفل في السلسلة يكون هو الأعلى جهد اختزال، ويكون هو الأكثر نشاطا من اللافلزات التي تسبقه في السلسلة، واللافلز الذي يقع في أسفل السلسلة ممكن أن يؤكسد جميع اللافلزات التي تسبقه في السلسلة ويحل محلها. نلاحظ أن الفلور في السلسلة، الفلور يكون أكثر نشاطا من الكلور، والكلور أكثر نشاطا من البروم، والبروم أكثر نشاطا من اليود. إذا اللافلز الذي يقع في أسفل السلسلة يحل محل أنيون اللافلز الذي يسبقه، أي الذي يقع أعلى منه ويطرده من محاليل مركباته، لأن اللافلز الأكثر نشاط الذي يقع في أسفل السلسلة يؤكسد اللافلز الذي يسبقه في السلسلة. الملاحظة الثانية أن اللافلز الذي يقع أعلى السلسلة يكون أقل في جهد الاختزال، وفي نفس الوقت يكون أقل نشاطا كيميائيا، وبالتالي لا يستطيع أن يحل محل أنيون اللافلز الذي يليه، ولا يستطيع أن يطرده من محاليل ولا يستطيع أن يطرده من محاليل مركباته. لدينا سؤال يقول السؤال: علل الفلور يستطيع أن يحل محل جميع الهيدروجينات في محاليل مركبات. يمكن الإجابة عن هذا السؤال بأن نقول أن الفلور يقع في أسفل أو في نهاية سلسلة جهود الاختزال القياسي، وهو أعلى عناصر السلسلة في جهود الاختزال، وأعلى اللافلزات في النشاط الكيميائي، لذلك يستطيع الفلور أن يحل محل أن يؤكسد اللافلزات التي تسبقه في السلسلة ويحل محلها ويطردها من مركباته. ملحوظة أخرى، يستطيع الفلور أن يحل محل كل من البروم أو اليود في محاليل مركباتها، مثلا بالمعادلة Cl2 زائد 2 NaBr يعطي 2 NaCl زائد Br2. لاحظ هنا عايز الطالب أن الكلور حل محل البروم في محلول بروميد الصوديوم، لأن الكلور يلي البروم في سلسلة جهود الاختزال القياسية، والكلور أعلى جهد من البروم وأعلى منه نشاطا، لذلك الكلور يؤكسد البروم ويحل محله ويطرده من مركباته. كذلك بالنسبة لليود، الكلور يلي اليود في سلسلة جهود الاختزال القياسية وأعلى منه جهد وأكثر من اليود نشاطا، فيؤكسد اليود ويحل محله ويطرده من مركباته. إذا لأن الكلور يسبق البروم واليود في السلسلة وأعلى منهم جهد وأكثر منهم نشاطا كيميائي ويؤكسدهم ويحل محله. كذلك يستطيع البروم أن يحل محل اليود فقط في محلين مركباته، لأن البروم يلي اليود في سلسلة جهود الاختزال القياسية وأعلى منه نشاطا وأعلى منه جهد، لذلك يمكن للبروم أن يؤكسد اليود ويحل محله ويطرده منه، لأن البروم يسبق اليود في السلسلة وأعلى منه جهد وأكثر نشاطا كيميائي، فيؤكسد اليود ويحل محله. وهذه التفاعلات كلها تتم بشكل تلقائي. لاحظ عايز الطالب أنه لا يتم التفاعلان التاليان: عند تفاعل الكلور مع محلول
كلوريد الصوديوم لا يحدث تفاعل، لماذا؟ كذلك عند تفاعل اليود مع محلول بروميد البوتاسيوم لا يحدث تفاعل، ما السبب عزيزي الطالب؟ هنا لا يستطيع الكلور أن يحل محل الفلور من محلول مركبات، لماذا؟ لأن الكلور يسبق الفلور في السلسلة، والكلور أقل نشاط أقل جهد اختزال وأقل نشاطا من الفلور، إذا الكلور لا يستطيع أن يؤكسد الفلور الذي يليه في السلسلة، لأن الكلور أقل نشاطا من الفلور. كذلك اليود يسبق البروم في السلسلة، واليود أقل جهد من البروم وأقل منه نشاطا، فلا يستطيع أن يؤكسد اليود ولا يستطيع أن يحل محل. إذن الهالوجين أو اللافلز الذي يسبق في السلسلة يكون أقل جهد اختزال وأقل نشاطا، ولا يستطيع أن يؤكسد الهالوجين الذي يسبقه، لأن الهالوجين اللافلز الذي يسبق في السلسلة يكون أقل جهد اختزال وأقل نشاطا، ولا يستطيع أكسدة الهالوجين الذي يليه ولا يحل محله. إذا يمكن الاعتماد على سلسلة جهود الاختزال لمعرفة العوامل المؤكسدة في السلسلة والعوامل المختزلة، وكذلك تدرجها من حيث النشاط الكيميائي وأي العناصر يستطيع أن يحل محل العناصر الأخرى. كذلك يمكن أن نحدد منها ما هي العناصر التي تصلح كأنود أو العناصر التي تصلح كاثود في الخلية الجلفانية. وإلى هنا نكون وصلنا إلى ختام درس اليوم، على أمل بلقاء في دروس قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.